بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس
من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تتناول حصة التفسير اليوم الربع الثالث من الحزب الثامن في المصحف الكريم، وهذا الربع يبتدئ من قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وينتهي بقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. كل من درس طبيعة الإسلام وعرف مقاصده يتيقن أنه دين رحمة وإحسان، وأنه يوجه أكبر عنايته لرعاية حقوق الضعفاء والمستضعفين من بني الإنسان. وفي طليعة الضعفاء المعرضين للإهمال وأحيانا للعدوان، فئة اليتامى الذين فقدوا آباءهم ففقدوا بفقدهم الحماية والنصرة والعطف والحنان، فهذه الفئة يهتم بها كتاب الله في غير ما آية وفي غير ما سورة، ومن ذلك آيات سبقت في سورة البقرة أوصى الله فيها بالإحسان إليهم والإنفاق عليهم، فقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى
وقال تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتامى. وسبقت في سورة البقرة آية أخرى في شأن اليتامى تبين إلى أي مدى اهتم بأمرهم المسلمون، حتى أخذوا يستفسرون رسول الله عن حكم الله فيهم، وهي قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وبمقتضى هذه الآية رخص الإسلام للقائمين بحضانة اليتامى وكفالتهم في مخالطتهم في العيش، بدلا من عزلهم واعتزالهم كما وقع من بعض المسلمين حيث تحرجوا من مخالطتهم واعتزلوهم ولو شاء الله لأعنتكم. إلا أن كتاب الله يأمر بأن يقتصر الغرض من مخالطة اليتامى في إصلاحهم، بل أن يقتصر الغرض من مخالطة اليتامى على إصلاحهم وإصلاح أموالهم وتحقيق ما فيه نفع لهم ورفق بهم. وقد اعتبر كتاب الله ذلك عملا من أعمال الخير، إذ قال: قل إصلاح لهم خير. ولا يرضى الإسلام بأن تكون مخالطتهم مجرد ذريعة إلى تحقيق منفعة المخالط ومصلحته الخاصة على حساب اليتيم، فذلك أشبه بالإفساد منه بالإصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح، إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومما تجب ملاحظته في هذه الآية وصف الحق سبحانه وتعالى لليتامى بوصف الأخوة التي تقتضي مزيدا من العطف والترابط والتكافل، وإن تخالطوهم فإخوانكم. وكلمة الإصلاح التي استعملها كتاب الله في شأن اليتامى ينبغي تعميمها على سائر وجوه الإصلاح بما يشمل الناحية التربوية والناحية المادية معا. وفي الربع الماضي من سورة النساء تولى كتاب الله الحديث عن اليتامى أيضا، فقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، بمعنى أن القائمين بحضانة اليتامى وكفالتهم يجب عليهم صيانة أموال اليتامى وحفظها لهم إلى أن يأنسوا منهم الرشد. وإذ ذاك يجب عليهم بحكم هذه الآية أن يدفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة. ثم قال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بمعنى أن القائمين على اليتامى لا يسوغ لهم أن يحوزوا لأنفسهم من ممتلكات اليتامى وأمتعاتهم ما هو جيد ويبادلوهم بما هو رديء، فهذا العمل يعتبره الإسلام نوعا من الخيانة وضد الأمانة. ثم قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى أن القائمين على اليتامى لا يسوغ لهم أن يتحايلوا عليهم ويخلطوا أموال اليتامى بأموالهم حتى لا يتميز رأس مال اليتيم ولا ملكه من رأس مال القائم عليه وملكه الخاص، لأن هذا النوع من التصرفات والحيل مدعاة للحيف على اليتيم وذريعة لابتلاع ماله واختلاسه. ثم قال تعالى: إنه كان حوبا كبيرا، بمعنى أن هذه التصرفات الملتوية التي تضيع معها معالم مال اليتيم ويتعرض عن طريقها للضياع تصرفات حرمها الإسلام، وإثمها عند الله إثم كبير،
إذ من الممكن أن تلتحق بكبائر الذنوب لا بصغائرها. ثم لا يكتفي كتاب الله بهذه الآيات في الحديث عن اليتامى وحقوقهم، بل يخصص آية أخرى في حصة هذا المساء لنفس الموضوع، وذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه الآية تتضمن عدة أحكام إلهية تجب طاعتها ويلزم الوقوف عند حدودها. الحكم الأول: وجوب اختبار اليتيم من طرف القائم على أمره قبل دفع أمواله إليه، وهذا الاختبار يتم في نظر علمائنا على مرحلتين. المرحلة الأولى أن يتأمل القائم على أمر اليتيم أخلاق يتيمه ويستمع إلى حديثه ويتعرف على اتجاهاته وأغراضه ليعرف ما هو عليه من نجابة وضبط أو غفلة وإهمال. والمرحلة الثانية أن يدفع إليه شيئا يسيرا من ماله ويبيح له التصرف فيه إذا توسم فيه الخير، فإن نماه وأحسن النظر فيه فقد تم الاختبار، وليسلم إليه ماله جميعه، وإن أساء النظر في اليسير الذي دفعه إليه وجب عليه إمساك ماله عنه. وهذا هو تفسير قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا أول مرحلة تؤهلهم للزواج، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ونقل ابن كثير عن سعيد بن جبير في معنى آنستم منهم رشدا أي صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. الحكم الثاني: نهي القائم على أمر اليتيم عن الإسراف والتبذير في الصرف من مال اليتيم الذي هو إلى نظره، ولو كان الصرف على نفس اليتيم، ونهيه أيضا عن استغلال صغر سنه وعن المبادرة بتبديد ماله قبل بلوغه وكبره، حتى إذا ما كبر وجد ماله قد نفد أو بقي منه أقل القليل. وهذا ما يقتضيه قوله تعالى: ولا تأكلوها، أي أموال اليتامى، إسرافا وبدارا أن يكبروا. الحكم الثالث: أمر القائم على أمر اليتيم إذا كان غنيا بعدم أخذ أي أجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير لأمواله، وذلك قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. الحكم الثالث: السماح للقائم على أمر اليتيم إذا كان فقيرا بتناول الأجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير لأمواله، بشرط أن يكون أجره على ذلك معقولا لا تبذير فيه ولا استغلال، وذلك قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، على غرار قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وذهب بعض الأئمة ومنهم عبيدة السلماني وأبو العالية وهو أحد قولي ابن العباس
إلى أن ما أخذه الفقير القائم على أمر اليتيم أجرا على نظره يرده إلى اليتيم إذا أيسر، لأن مال اليتيم على الحظر لا على الإباحة، وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله. وفي هذا المعنى روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قاضيت. الحكم الرابع: وجوب الإشهاد على اليتامى بدفع أموالهم إليهم حين الدفع من طرف القائمين عليهم، حتى لا يبقى أي التباس ولا ادعاء، ولا يقع أي جحود أو إنكار. وذلك قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وبعد هذه الأحكام الإلهية والتوجيهات السماوية المحددة والصريحة والواضحة كل الوضوح، جاء التعقيب عليها بقوله تعالى: وكفى بالله حسيبا، تنبيها للقائمين على أمر اليتامى إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي سيتكفل بحسابهم يوم الحساب إذا قصروا أو زيفوا أو دلسوا أو خانوا في حساب اليتامى الذين كانوا إلى نظرهم، مما يدل على خطورة مسؤوليتهم أمام الله أكثر من غيرهم، إذ غيرهم يكل إليهم الله سبحانه حساب أنفسهم بأنفسهم، كما يدل عليه قوله تعالى في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. على أن كتاب الله لا يكتفي بهذا الإنذار الصريح، بل يزيد عليه إنذارا آخر يمس الذرية التي تكون للقائمين على أمر اليتامى عندما يموتون ويتركون ذريتهم في أيدي غير أمينة معرضة للاستغلال والأذى. وذلك قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ولعل أحد المستمعين يتساءل: لماذا اعتنى كتاب الله بأمر اليتامى إلى هذا الحد؟ ولماذا جاءت أحكامه مفصلة في شأنهم كل هذا التفصيل؟ والجواب أن الله تعالى عليم بخلقه، مطلع على خفاياهم ونواياهم، وكثير من الناس تطغى عليهم مصالحهم المادية وتهيمن على تصرفاتهم روح الأثرة والأنانية، فينسون الله بالكلية ويستغلون ضعف اليتامى وعجزهم عندما يسقطون فريسة بين أيديهم بمجرد ما يفقدون الأب الذي كان يحنو عليهم ويرعى شؤونهم ويحوط مصالحهم. فاهتم كتاب الله لذلك بأمرهم واعتنى بشأنهم، وتولى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن حقوقهم، بل تولى سبحانه بنفسه محاسبة القائمين على أمرهم حماية لهم من استغلال المستغلين وخيانة الخائنين. وذلك قوله تعالى في هذا الربع: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.